من يومك شعب لبسك شعب ذوقك شعب سيارتنا وبيتنا شعبية عشان تعرف يا جازم لأبوك شعبي حتى الإزرار اللي لابس أبوك شعبي مال الثلاثينات هاي مال تشيتشر مدري تشيتشر الثاني مال الثالث بس يا أبوك في أحلى من الأغاني القديمة هاي الزمن الطيبين الزمن اللي ما يتكرر اسمع الكلمات اسمع الألحان يا أبوك يا جازم صار لنا ساعة بالطريق وين مطعم المنديز اللي عندنا إن شاء الله يبقى قربنا عندنا ما باقي شيء وكنت مطعم شعبي ماري مندي قبلك يبقى تحب الأكلات لا وكي ياي سحب على الفحم والله أني جوعان حد يا جوز الأشي صبري أنا لين مطعمك هذا شوف لي أي شيء شي جنبك أكله تصويرة سندويج أي شيء إن شاء الله شو باكل هذا جايبة أنا أكل بس أصبر عندك شتبي شي لا ولا عبالي شكيبا شيك ضغط قلب علي مرة واحدة قايل لك لك نكمل كلام تعرف كلام شو صاير سانت شمنتي اوف بالتهية ودوك تتكلم يا جازع ترى انا ابوك ماني عدوك يا جازع ما تنسى يا ريبا صف صف عجم عشان ضديك مستشفى اه ربك عمرني اوف 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 اصبح وامسي وقلبي له زفير بسرعة من حريتي ألقي أنا وأقول You okay? يبا يبا شايفني الحمد لله على السلام لا شو زين الحمد لله على السلام يبا خرجتني بغيت تطيح علينا عشاني لحقتك بعدين ما اكل لي الساندوتش لو خليتنا نكمل كلام الساندوتش منتهي منتهي ليش ما اكله بسرعه وقعدت في المطعم اقرا كل ما تاكل الساندوتش المهم الدكتور يقول انك كويس ساعه وان شاء الله نطلع الحمد لله على السلام ايش قاعد تنطر كلم عمك يلا بسرعة إن شاء الله يبا إن شاء الله إن شاء الله بس أنت ارتاح ما يحتاج تعصب شو فيك خير ما أدري وين حطيت السيارة صراحة شنو تحت 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 ما أدري وين حطيت السيارة يا كلم عمك خلي يدورها إن شاء الله إن شاء الله السيارة إيه حبيبتي إيه إيه أنا الحين على اليخت في باريس والجو روعة ها؟
صوت. لا يبا ايه خروف، بس هاي خروف البحر. ايه ترى خروف البحر وخروف البر كلهم نفس الشيء. استدري الاجواء في لندن ما لها حل. ها انا قلت باريس. ايه لا مو بعند. الو لا حول الله. زين يعني شو فرقت يعني لندن ولا باريس؟ كلهم في امريكا. والله العظيم بعدين في حد ما يكذب هالايام؟ حد تقول لي كذاب. يبقى خلنا اتصل في تهاني. كم رقمها؟ ايوه وين خزنت انا الرقم؟ هذا وقتك الحين يا جازع. هلا 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 يبا جازع. هلا شلونك يبا؟ ها وصلتوا؟ اي زين زين الحمد لله على السلامه. وين انتوا الحين؟ ها مستشفى؟ اي مستشفى. زين 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 انا بجيكم الحين مع السلامه. مستشفى؟ لف اليخت يا بابو. على المستشفى. حول الله يسلمك يا اخوي. بس ولدي ضيع سيارتي. ها ضيع سيارة؟ اي والله. لا 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 هذه يبي لها قعدة. فهمني يا اخوي شو اللي صار؟ شو اللي صاير؟ هسه ولدي المحترم اللي ضيع موتري. ها ضيع الموتر؟ شلون؟ شنو قاعد يصار؟ انت لو تسمع صراحة هتب من الديرة كلها. بغير كان بيطيح وخذيت صفيت السيارة وخذيت تاكسي انا قدامك. زين يعني يوم وقفت السيارة ما كان في سوبر ماركت علامة مميزة شيء؟ والله اني انا اذكر انه في حالة ضيقة وشجرة كبيرة. حارة ضيقة وشجرة صغيرة. الديرة كلها حارات وشجر. لا حول ولا قوة الا بالله. يلا مو مشكلة يا اخوي الحمد لله على السلامة. موضوع السيارة ان شاء الله بينحل. الحين خلونا نمشي. أنت؟ نعم. قبل ما تروح اذا ما عليك امر. اي فاتوره؟ اي 50 100 2000 2000 ريال غسيل؟ 2000 ريال غسيل ليش؟ ايش فيها 2000 ريال؟ وادفع يا اخوي انت عندك خير. انا ناس بالديره بطاقه الصراف الفلاني. اي تي ام اسمها؟ محمد ابوك اللي محمد 10 سنين ما تسبح 2000 ريال؟ الله ثاني مره اذا ابي غسيل يبقى عندنا في مغسله 15 ريال. بغسلونه من فوق لتحت. اللي جنب العزبة؟ ايه اللي جنب العزبة. والله؟ ايه ان شاء الله المرة الجاية بجيب لك اياها. تفضل. ولا اقول لك عشان ادفعها. ان شاء الله. اقول يا اخوي. نعم. لا تنسى العشاء الحمر ها؟ ان شاء الله ان شاء الله. اخ كلمتك يا جازك. سبتك ضيعت موتري. الحين. انا ضيعت احمد ربك العافية اني جايبك المستشفى والدير هذه ما ادل فيها ولا شيء. قلت لي الحمد لله كويس خلاص يعني. زين زين خلصني وروحي بثيابي يلا خلينا نمشي. ان شاء الله. Thank you.
سلام يا سلام. حياكم وحياكم تفضلوا. يا الله اخلى مع البرق اليماني فشجاني ما شجان. حياك يا ابو ياسر. الله تو ما نور المكان، ما بغيت تزورنا يا اخوي. والله العظيم من زمان ما شفناك يا اخوي. حياك حياك تفضل. يا اخوي زرتك وجيتك صار لي تسممت وضيعت موتري. لا حول ولا قوه الا بالله يا اخوي. هون هوتفون والشرطه ان شاء الله بيحصلون السياره، بس انت هدي اعصابك. كله منك يا جازع، انت السبب. عندي اضيعك انت ولا اضيع موتري. لا حول ولا قوه الا بالله. مره ثانيه ضيعني وتدري ولا تدور علي بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شلون؟ أكل أكل عندكم؟ تبي أكل؟ إيه؟ يا ودي بي خذ لك هاي التصبيرة. بعد تصبيرة؟ حياك حياك تفضل. حياكم الله حياكم الله يا أبو جازع. يا أبو جازع أبو جازع وين وين داش مدرع كذي؟ البيوت لها حرمة يا أخوي. حرمة والعيال داش عزبة. لا والله نكد أقول بدربك أنك مريض. ليس على المريض حرج. ليس على المريض حرج، بس كل ما اشوفه اتذكر موتري اللي بار. عمي ها اختكم ايوه الثلاجه موجوده عندك داخل متروسه بسكوت. بعد بسكوت؟ اي لا حول الله. حياكم حياكم. يلا يبا ارتاحوا موعدنا باكر ان شاء الله. يلا يبا. يلا ايش داخل؟ يلا بل بل بل. اوه موعد الشرطه مع ابو جازع. لا حول الله. يا ابو جازع ابو جازع وين ذي الحين راقد؟ لا وشاخر بعد جازع. ما عندي ابرد ما عندك. قوم اقعد وياي شوي. جازع جازع اصحى يا ابوك. سم الله عدوك. اقعد معاي خلنا نتشاور على السياره. وفي عمك ذي ما ادري وينه. يا يبا يا يبا سياره ضايعه وراح يلاقونه. لا تحاتي. وبعدين انا راقد وعمي راقد. شو صحيك انت؟ طبعا السياره ضايعه وضايعه بسبب منو؟ بسبتك انت. زين عمك راقد وانت راقد وانا ضايع ما بينكم الصراحه. الله يعين. بس لا حول الله. عمي رقاد يبا. ارقد ارقد ارقد. هاي اللي ماخذه منك رقاد وبس. ها؟ تعلمون فينا من الصبح شكلكم. وانت بس شاطر وفالح تاكل لي بسكوت وعلمت ولدي على البسكوت صح؟ شو اسوي بعد؟ حق بسكوت بعد تعليمات مخرج شو اسوي بعد؟ زين صب لي صب لي شاي صب لي شاي ان شاء الله. حاضر اخوي. سكانه شاي. قوم لا لتك فيه الدلع الحين. ايش بلاك يبا؟ امشي. قلنا لك شاي بس. تكفى خلينا نلحق على الشرطه لان نشوف الصرع على السياره هذه ولقوها ما لقوها. يلا. زين زين يبا صح ولدك جازع. يلا خلينا نمشي. جازع. امشي معي الشرطة يلا كالعادة. قم 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 يلا يبا يلا نلحق. قول يا اخوي الورقه هذه شنو هي؟ هاي الله يسلمك ورقه بلاغ الشرطه عن السياره المفقوده، والورقه الثانيه حق التامين عشان اللي رجعت الديره تروح المكتب وتبلغهم. ايه ان شاء الله ان شاء الله. تعال الا بسالك انت سيارتك اقساط ولا شاريها كاش؟ يا حسره يا اخوك الا اقساط من وين لي كاش؟ تعرف الظروف وباقي لنا اسبوع ونرجع الديره. خبرك وراي دوام والولد عنده بعد مدرسته فالله يعين يعني. لا تحاتي يا اخوي بس ها لازم تزورنا مره ثانيه يا اخوي. لا يبا شضيع السياره مره ثانيه ان شاء الله نفكر بالجيات. ان شاء الله. يلا نمشي. توكل على الله. يلا توكلنا على الله. هلا يبا. هلا. ايه طلع لها مشارك التامين هنا فرع.
ضحكت الناس علي يبا، حتى كلهم ضحكنا. في تأمين للكوارث، للحوادث، للسارقة، للحريق، بس أول مرة يعرفون إنه في تأمين لأنه واحد مضيع سيارته. يعني إيش والله يا يبا، سيارة جديدة ما في تدفع الاقتصاد اللي عليك. إيه طيب كلها مني يا يبا، توصى على شيء؟ أكيد. نادانه اخ لدان 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 يا الجو حلو اليوم. السلام لدان يا مصر الحزه. اوه هاي الشرطه، خلي اكشخ اي اكشخ الحين هذا الشرطه بعد. الو مرحبا. اي نعم انا ابراهيم. خير اخوي؟ سيارة؟ اي سيارة؟ اي عدل عدل سيارة اخوي. اي نعم لقيتوها. زين زين بشركم الله بالخير. خلاص ان شاء الله انا ببلغ اخوي ان شاء الله بنمر عليكم عشان ناخذ السيارة. ما قصرتوا، يعطيكم الف عافية، مع السلامة اخوي. زين الله عاد خلنا اتصل باخوي وابلغه عشان ايه كم هو اخر شيء؟ اي زين يلا عاد رد. الو هلا ابو جازع، شلونك؟ شو اخبارك؟ عندي لك بشاره بخليك تطير سما. اي عاد زين خلاص خلاص لا تعصب عاد. زين خلاص بقول لك السياره لقوها. اي لقوها. الو الو وين راح؟ ابو جازع الو وين رحت؟ تليفون طاح من يدك؟ ايه من الفرحه بعد. لازم لازم المهم لازم تجوني بسرعه علشان نروح ونستلم السياره. ايه ايه ما شاء الله صوت جازع مستانس ها. ايه خلاص عاد لا تاخرون انطركم انا. يلا مع السلامه اخوي حياك الله. اخ زين الحمد لله ان حصلوا السياره، ما قصروا الشرطة، صدق الشرطة في خدمة الشعب. أيبا مثلاً ما خلينا السيارة. الحمد لله الحمد لله يا أبوك، إحنا في بلاد أمن وأمان. إي والله يا أبا صدقت. أقول جازع؟ سم. إلا عمك وين؟ والله راح يخلص أوراق مراجعات. إي نتريان نتريان. يلا يبا، مفتاح السيارة. أي مفتاح؟ ارفع عليك. مفتاح السيارة تفضل. قم يلا قم، يلا. اي والله حلم فيها. امشي مش حتريا عنك. يلا يلا ياس. ولا لو شوي اسوق تبي السياره ها؟ لا لا خلاص يلا قاعد قاعد حتريا عنك. يو يا سلام شوف السياره الزينه يا ولدي يا جازع. يا سلام تلق تلق. احنا لازم نروح نغسلها.